تصور كل ليلة يكون لله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه عتقاء من النار، ولما تسمع كلمة عتقاء يعني لن تدخل النار أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. جعل لك في كل سنة ليلة عن 1000 شهر أو أكثر بل يزيد. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركها أدرك خيرا كثيرا، ومن حرمها فقد حرم. تقول عائشة أمنا رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء يكثر الإنسان من الدعاء. هذا الشهر يعني شهر رمضان هو شهر الذكر، كثار فيه من ذكر الله، شهر صلة الأرحام، شهر البر، شهر الخير. أي خير تعمل في هذا الشهر فالله يجزي به سبحانه وتعالى. فعليك أن تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر، أن تكون لك ختمة على الأقل. محروم من يمضي عليه الشهر وما ختم القرآن مرة، محروم. اجعل لك جدولا للدعاء، اجعل لك جدولا للذكر. لست عاجزا، ولكننا نضيع أوقاتنا فيما يفيد وما لا يفيد للأسف. ختم القرآن يستغرق 10 ساعات في القراءة المتأنية، فإذا كانت القراءة حدرا في 8 ساعات تختم القرآن. امرأة أعرفها في كل يوم ختمة، إلا في العشر الأواخر ختمة ونصف. ما شاء الله. الآن في زماننا هذا موجود أم عيال، ليست أقوى منك ولا أحسن منك ولا أتقى لله منك، والتقوى محلها القلوب. فعلى العاقل منا أن ينتهز هذه الفرص ويستثمرها، لأنها فواتة. عندما تقول فرصة أي لا تعود، رمضان الذي مضى فات ولن يعود.